معكم بذلتوا الجهد، يعطيكم العافية وإن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. أنتم 35 طالب وطالبة من أصل كم؟ 210,000 فصلوا. أياً كانت النتائج نحن فخورين فيكم وفخرون بنتائج زملائكم. أي فوز واحد فيكم هو فوز للجميع بإذن الله. طب ضروري نبدأ بتصفيق، معلش. تحية. يستاهلون. مشرفينا كل سنة، وكل سنة أكثر من الثانية. سام حكينا أصلاً وشو آيسف، هم رايحين يعملون هناك إيش للي مو عارف. هو طبعاً هي هذه معرض زي الأولمبياد العلمية. حلو. أوكي، في آيسف اللي هي المعرض الدولي للعلوم والهندسة. وين تقام؟ السنة هذه كانت في لوس أنجلوس. لوس أنجلوس. إيه، وهي للمرحلة ما قبل الجامعية. وطبعاً فيها أكثر من 1800 طالب وطالبة. 1800 طالب. طالب وطالبة. من أنحاء العالم. من تقريباً 80 دولة. 80 دولة. أيوة. فتخيل إنه أولادنا وبناتنا وإنجاز جديد. كل واحد رايح بمشروعه العلمي. طبعاً. اللي هو ابتكره وراح يقدمه هناك في لوس أنجلوس. بين. 1800 طالب. يعني صفوة ونخبة الطلبة والطالبات على مستوى العالم. صح، أصلاً ما حد حيتعنى يروح لوس أنجلوس علشان يقدم مشروعه اللي هو مشروع عظيم، وترى هم يمرون بمراحل مطولة في السعودية. هي تصير مسابقة على مستوى يمكن المدرسة، وبعدين على مستوى خلينا نقول المدينة، وبعدين على مستوى المنطقة، وبعدين على مستوى المملكة. اللي يفوز على المملكة هو اللي يروح لوس أنجلوس، فهو رايح فايز على مستوى وهم المملكة. ماخذينه عجبيني كمان، ماخذين الموضوع شخصي، أصبح خلاص كل سنة يروحون مشخصنينها مع الجوائز. كل سنة رايحين ناخذ الجوائز ونرجع. كل سنة تتضاعف، كل سنة تتضاعف الجوائز عندهم. طبعا الجوائز هذه رفعت من رصيد جوائز المملكة وصارت 160 جائزة. نتكلم من 2007 الى 2024 صارت 160 جائزة، 110 جوائز كبرى و50 جائزة خاصة.